إنتاج وتثبيت محرك طائرة من الصفر، سنرى هندسة من عالم آخر. في البداية يقوم العمال بتجهيز هذه القطع، وهي القطع الخاصة بالفراشات التي تكون موجودة على المحرك. لنرى معا كيف يتم تصنيع كل واحدة على حدة، وكيف يتم غسلها ودهانها جيدا. بعد عملية تصنيع الفراشات يتم جلب كل واحدة على حدة وتجربتها عن طريق الاهتزاز ومعرفة مدى قوة تحمل هذه القطع. الآن سيتم تركيب الأجزاء التوربينية من المحرك. لنرى هذه العملية المعقدة وكيف ستتم. بالطبع يتم إدخال هذه القطع التوربينية في بعضها البعض حتى تصبح محركا قويا فيما بعد. فلنرى العملية وكيف ستتم. بعد تشابك القطع مع المحرك التوربيني يتم إدخالها إلى القلب الرئيسي للمحرك، والذي سيحمل الفراشات الداخلية وكل شيء كما تشاهدون. الآن يتم وضع القطع الخاصة بالفراشات والتي سيتم تثبيتها داخل المحرك. لنرى العملية كيف ستتم. هنا يتم إدخال هذه القطع الصغيرة من فراشات داخل المحرك. الآن يتم وضع هذه الفراشة الأخيرة، والتي ستكون بمثابة إخراج الهواء داخل المحرك. وبالطبع هكذا يتم تصنيعهم من الصفر تماماً. يتم بعد ذلك وضع بعض الإضافات، كما أنهم يتميزون بعمل تصاميم ذات أشكال مميزة. ليس فقط يهتمون بجودة المحرك، بل أيضا يهتمون بالتصميم الخارجي والفريد للمحرك. انظروا إلى هذه الرافعة العملاقة، والتي تعمل على رفعه في الهواء حتى يسهل التعامل معه. إنها مصانع قوية وعملاقة حقا. يتم إدخال الموتور إلى هذه الغرفة الهوائية لتجربة كم الضغط الهوائي الذي سيتحمله. لنرى معا كيف يتم هذا الأمر. بالطبع تتم المراقبة والتدقيق جيدا، لأن أي خطأ صغير قد يؤدي إلى انفجار هذا المحرك وإلى حدوث كارثة كما تعلمون. شاهدوا كيف يتأكدون من الجودة ونمط السير لهذا المحرك. بعد اختباره في الغرفة الهوائية يقومون بوضعه في الخارج، حتى يقومون بوضع الموتور أمام المياه أو أمام هذه القطعة والتي تصنع أشكالا كالغيوم وترش المياه. وبالطبع حتى يتمكنوا من محاكاة الجو وكيف سيسير المحرك بشكل قوي في الهواء. هكذا يتم اختباره كما تشاهدون من هذه الغرفة التي تحاكي طبقات الجو العليا. الآن يتم نقل الموتور إلى عمليات التركيب على الطائرة، إذ أنه يتم نقله بعربة ضخمة حتى يتم تركيبه على الطائرة بهذا الشكل كما ترون.
لنشاهد معا عملية التركيب وكيف ستتم. هنا وكما تشاهدون هم على وشك الانتهاء من تركيب المحرك، وبالطبع سيكون ملاصقا في الطائرة بهذا الشكل، وذلك حتى يتم اختباره في الجو بطائرة بدون ركاب، وذلك لتفادي أي خطأ ولسلامة الجميع. لنرى معا هذه العملية وكيف ستتم. الآن وبعد تركيب الموتور يتم نقل الطائرة إلى الخارج حتى تقلع في السماء لتجربته النهائية في الجو. انظروا كيف يتم نقل الطائرة بهذا الشكل حتى تنزل في المطار وتقلع كما تشاهدون. بالطبع وصلت الرحلات بالعالم إلى 145 ألف رحلة يومية، ولذلك يتوجب عليهم صناعة الكثير من هذه المحركات، إذ أن هذه الصناعة تنتشر وتصبح أكبر وأكبر كل يوم. هنا أمامكم تحلق هذه الطائرة للتجربة الأخيرة في الجو. بالطبع يبدو أن المحرك يعمل بشكل رائع وسلس للغاية. هنا حطت الطائرة وتم أخذ الملاحظات النهائية وكيف سار الموتور بشكل جيد. إن هذا النوع من المحركات يتحمل جميع الظروف الجوية، وبالطبع تتم صناعته بدقة وبهندسة قوية ورائعة.